لازلنا نتواصل معكم أعزائي المشاهدين مع نجمنا الكبير النجم الصقر الكابتن أحمد حسن كابتن منتخبنا الوطني والنادي هتعتزل بقى ولا ايه؟ والله بص عايز اقول لك على حاجه، انا مقتنع قناعه جديده ان هيجي اليوم اللي لازم ابعد فيه عن المستوى الاخضر، وهيجي اليوم اللي انا هبعد فيه عن الكوره. ولكن وبعدين انتوا مش عندكم عقود ولا ايه ده؟ طبعا على انا جاهزين. بص عايز اقول لك على حاجه، والله بجد والله يمكن انا حاسس ان لسه عندي حاجات كتير وعندي طموحات كتير ان شاء الله باذن الله واحققها، رغم ان ناس كتير ممكن تتكلم وناس كتير تقول لك خلاص ومش عارف ايه والكلام ده، انما انا بالنسبه لي ما بيفتش معايا. قبل كاس الامم الاخيره ياما ناس كتير قالت لك المنتخب والناس والكلام ده وكده، ورحت الحمد لله على الرغم ان كان سنة 34 سنه قدرت في وسط كل النجوم دي كلها ان انا احصل على احسن لاعب في افريقيا الحمد لله رب العالمين. لسه عندي طموح ان شاء الله مع النادي الاهلي، لسه عندي طموح مع المنتخب، وانا الحمد لله ما بتاثرش بالكلام وما بيأثرش فيها الكلام وما بيأثرش فيها الحاجات دي كلها. عندي هدف هيجي يوم اللي طبعا هبعد فيه عن المستوى الاخضر، اكيد لما احس ان انا فعلا خلاص ان انا فعلا مش قادر وحاسس ان رجليا مش شايلاني هبعد عن المستوى الاخضر. على فكره في الوقت الحالي في حاجات كتير افضل من كره القدم ومكسبها افضل من كره القدم. انا بالنسبه لي لسه حاسس ان انا عندي كتير، عندي ان شاء الله باذن الله حاجات نفسي ان انا احققها، عندي اهداف كتير مشروعه ان شاء الله باذن الله ربنا يبعد عننا طبعا الاصابات وربنا يبعد عننا اولاد الحرام، ان شاء الله باذن الله هوصل اللي انا عايزه ان شاء الله. الكابتن محمود الخطيب يمكن في الفتره الاخيره من نجوميته او وجوده في الملاعب كان دايما بينزل اخر نص ساعه وبيبقى مؤثر وحافظ على نفسه من خلال النص ساعه اللي كان بينزلها في الاخر. هل ممكن ان دلوقتي ابو تريكه واحمد حسن ومين تاني؟ لا هو بص يعني خلينا في ابو تريكه واحمد حسن، يعني ممكن ان انتوا تنزلوا في اخر نص ساعه تغيروا شكل المباراه وتحافظوا على نفسكم ومستواكم ده اكتر، يعني ده الناس بتقول كده. كابتن الخطيب عارف انت يعني حاله مختلفه انت فاهمني؟ يعني نجم كبير يعني موضوع مختلف كان بالنسبه له، يعني الموضوع بالنسبه له كان مختلف. انا بالنسبه لي دايما يعني ما ينفعش يبقى في مقارنه خالص بيني وبين كابتن خطيب ده، مش بقارن ما اصلي ما هو لا ما هو اسم كبير اهو كابتن خطيب اسم وانت اسمك كبير ابو تريكه اسمه كبير، مش عايز اقارن، انا ما بقارنش، لكن بقول عشان نحافظ على الاسماء ديت هل ممكن، انا اقترح وانت قول لي اه ولا لا، هل ممكن نص ساعه تخلصوا لنا فيها الماتش وبتاع والكلام؟ طبيعه لعبي او طبيعه ادائي مختلف عن طبيعه اداء كابتن خطيب. انا لا كابتن خطيب كان طبعا راجل مهاري راجل اسطوره من اساطير كره القدم المصريه والافريقيه طبعا، ولكن انا بالنسبه لي الموضوع مختلف. انا دايما بعتمد على الجهد الكبير الجهد الوافي التحركات الكتيره، ف غصب عني وبعد كده في النهايه قناعات مش دكه انت خالص، مفيش حاجه اسمها ما بحبش الدكه. بص عايز اقول لك انا بطبيعه الحال ما بعرفش اقعد في حته، ما بعرفش اقعد على دكه خالص. انا قاعد معاك دلوقتي عايز اقوم اتحرك. لا مش كده والله، لا بص عايز اقول لك على حاجه، انا الناس برضه عشان تبقى فاهمه، انا ياما اتعرضت لمواقف كتير وياما قعدت مع مدربين على الدكه وكده. طبعا الموضوع مختلف دلوقتي عن يعني ممكن بقعد ماتش ممكن بقعد ماتشين انت فاهمني، بس متعود طول الوقت ان انا بلعب وان انا زي بقول لك ليا صفات مختلفه جوه الملعب وكده. هي المساله مساله قناعات، انا النهارده حاسس ان انا طالما انا كويس يبقى اكون موجود، انا مش كويس. زيدان لما اعتزل قالوا له انت اعتزلت ليه؟ قال لهم خلاص مش قادر. بالظبط كده، فهو الموضوع ايه؟ وهي في النهايه برضه وجهه نظر، جايز ان انا شايف نفسي كويس والمدرب شايف ان انا مش كويس انت فاهمني، بس في حكم طبعا الناس اللي بتشوفه بتتابع انت فاهمني. انما زي ما قلت لك انا لو انا النهارده انا شايف ان انا نفسي كويس والمدرب شايف ان انا مش كويس يبقى لا اشوف نفسي كويس في مكان تاني. الاهلي في خطر الموسم ده؟ لا هو بص عايز اقول لك على حاجه، هو الخطوره لو كم النجوم اللي موجود ما استخدمش بشكل كويس انت فاهمني، يعني النهارده كم النجوم اللي موجود في النادي الاهلي اعتقد انه افضل فريق موجود في افريقيا، ولكن لازم الاستخدام يكون بالشكل الكويس والشكل المظبوط اللي هو يفيد الفريق في النهايه. بتقول كده ان هم غير مستخدمين كويس دلوقتي؟ ما بقولش ان هم غير مستخدمين كويس، انا عايز اقول لك على حاجه، احنا بنتكلم لسه ما لعبناش غير ماتشين في الموسم، ثلاث ماتشات في الموسم، يعني قصدي ان احنا لسه
بنقول يا هادي في بداية موسم. احنا الاهلي جمهور الاهلي لسه هنجرب وهنشوف يا مهم مش موضوع نجرب ونشوف بس اسمعني بس. ما بيصبرش. انت شفت الجمهور في ماتش الشبيبة ايه اللي حصل؟ الدنيا اتقلبت والجمهور اكنه خسر البطولة. يا سيدي ماتش الشبيبة ده ماتش مختلف، موضوع مختلف، موضوع احنا بالنسبة لنا موضوع ماتش الشبيبة ده مسألة مختلفة تماما. انت فاهمني؟ جمهور النادي الاهلي بيصبر على فئته وبيصبر على فئته في المواقف الصعب اكتر من المواقف، اكتر من المواقف اللي هي بتسعد الناس. انت فاهمني؟ فهو انا مش عايز اقول في خطأ، ولكن احنا لازم، ومش عايز اقول لك اللعيبه مش مستخدمه بشكل كويس، ولكن النهارده انت ظروف ماتش، ظروف ماتشين، ولكن الامور هتتظبط. فده انا شايف ان في الوقت اللي جاي ان شاء الله باذن الله، انا شايف ان الاجهز والافضل هو اللي لازم يكون له دور في الفريق، هو ده اللي لازم. لو مشينا بالشكل ده اعتقد مفيش خوف على النادي الاهلي، وان الموضوع باذن الله هيبقى محسوم بشكل كبير لينا، سواء دوري سواء كاس او بطوله افريقيا ان شاء الله. الموسم الاخير ليك في النادي الاهلي؟ ده الموسم الاخير يعني ان شاء الله في النادي الاهلي. وهو الموسم الاخير شكله كده والله. لا يعني طبعا بص انا عايز اقول لك على حاجه، يعني عشق وحب كبير واحترام متبادل بيني وبين جماهير النادي الاهلي واداره النادي الاهلي و كل اللعيبة وكل زمايلي، يعني مش عايز اقول لك انا تمضي في يناير صح؟ من حقي طبعا ان انا امضي في يناير، يعني انا خلاص الفترة القانونية بتاعتي اللي امضي فيها وكده، انما هو انا يعني مش عايز دايما، انا اتعودت ان انا ما اسبقش الاحداث، وان انا متعود ان انا ما اخدش خطوة غير مدؤوسة، انما كل شيء وارد وكل شيء جايز. وانا قلت لك في بداية كلامي ان انا لو حسيت ان انا ماليش دور ودور فعال، ده شيء ما يزعلش الناس خالص، بالعكس ما يزعلش الناس، وهيفضل الاحترام وهيفضل الحب المتبادل بيني وبين جماهير النادي الاهلي موجود، لاني اعتقد الناس خلاص حفظت احمد حسن. كل الصفقات اللي انا انتقلت فيها من نادي لنادي كلها كانت انتقالات، كانت صفقه انتقال حره بدون تكلفه للنادي اللي انا بمشي منه او النادي اللي انا بروح له. سواء انا جيت النادي الاهلي صفقه انتقال حره كان عادي انتهى مع اندايلخت، لما مشيت من باشكتاش لاندايلخت كان برضه نفس الشيء سكت انتقال حوالي. يعني معنى ذلك ان انا بصبر وبنتظر لحد نهايه الموسم وباخد وقتي وبشوف هل الموضوع يناسبني او ما يناسبنيش او كده. فهي المساله على فكره لا تقلقني في اي شيء، والنادي الاهلي في الاول وفي الاخر ده المكان، ده بيتي، بعتبره بيتي ومكان انا مش غريب عليه، انما في النهايه هي المساله مساله احتراف، وده عالم احتراف، وده اللي انا اتعلمته في الاحتراف. وعايز اقول ان ممكن مفاجاه يفجرها كابتن احمد حسن. ويجي يمضي الحياة في فترة انتقالات حرة في يناير عشان احنا برضو ما ندفعش للقلب عشان اجيلكم جيلنا حر، جيلنا مشاف بدون ضرائب، اجيلكم بدون ما تدفعوا في يناير. احنا خلاص انا اخلص معاك. ده يسعدني طبعا وشايفني وكل اي مكان تروح فيه ربنا يخليك طبعا. عايزينك على فكرة في الملعب لحد ما انت تقول يا جماعة خلاص انا مش قادر. والله يعني انت بتسعدنا. الحمد لله والله. يمكن هو زي ما انت قلت الواحد بيجتهد والواحد بيسعى ان هو دايما يكون دايما الافضل، وهي رسالة في النهاية برضه. يعني انا عايز اقول لك على حاجة لو خدناها من منطلق مختلف، فالنهاردة انا لما باجي اقول احمد حسن راجل مثلا 35 سنه وحريص ان هو يجتهد وحريص ان هو يلعب وحريص ان هو يتزحلق وحريص ان هو يجتهد وحريص ان هو زيه زي اي لاعب لسه ناشئ صغير، دي سالة في حد ذاتها. بقى تقطع في الناس بقى وتقطع في اللعيبه وتطلع عين الناس اللي انتقدوه وزي انا حافظ وشايل، وكل واحد مستني لي وبيتكلم. انا حافظهم، هم مش كتير على فكره، وتلك الايام ونداولها، وهيجي اليوم وكاس بيلف وهيجي اليوم. واخد اتجاه ايه ما شاء الله سخن. لا انا قلت لك للناس اللي هم يعني هم معروفين ومعدودين وسبحان الله يا اخي كره بدون سبب. عماد متعب جه ماتش الشبيبه. والله عماد متعب اسعدنا بوجوده طبعا في ماتش الشبيبه. كنا عايزينه يكون معانا في الملعب مش في المضايق فوق، هو فهمني. بس هو نزل الملعب حي الجماهير. هو نزل بس هو احنا كنا عايزين نلبس فينا حمى مش فينا بيضه. بس هو قعده المضايق كانت حلوه، يعني عارف انت برضه.
عارف انت اوقات كده بقى انك انت بتبقى محتاج انك انت ايه يعني ما تبقاش مضغوط. فالقعده كانت حلوه في المضايق بينه وبينك، كان هينزل برضه يبقى مضغوط في الملعب وممكن حد يشتمه وكده، انما قاعد فوق برضه قعده حلوه كده يعني. ما اتكلمتوش في الفتره الاخيره بصفتك كابتن منتخب مصر؟ بلاش كزمي اقول لك، لا انا كنت بتكلم مع متعب طبعا لحد ما راح ستاندر وبايكت له، وكنت قاعد معاه وقلت له بالتوفيق وخطوه كويسه والكلام ده وكده. ولكن بعد ما حصلت المشكله اللي حصلت له دي وكده، ما حاولتش ان انا اتكلم معاه ضايقت عشان حسيت ان هي في وشك شويه، عشان انت في اندرلخت والناس واخده فكره عن اللاعب المصري. بغض النظر على الرغم ان طبعا هي يعني الموقف وحش في حد ذاته، انما بغض النظر انا اللي كان يهمني في المقام الاول هو عماد متعب، ولكن انا شايف ان عماد اخطا، واتمنى ان شاء الله ان هو ما يندمش على خطأ ده. اعتب عليا انا راضي باللي تقوله، دي دموع عينيا سهرانة الليل بطوله، على نن عيني ايام بعدنا يطولوا، ما انت كل اللي ليا من يوم بعدنا، ما نمتش عيني ليلة، ده احنا اللي بينا يا حبيبي سنين طويلة، كان قلبي خايف طيب ما بيدو حيلة ولا حتى ارتاح شوية يا حبيبي الحياة.